Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ABC مثلث و E منتصف BC و H المسقط العمودي للنقطة A على BC. بين أن المثلثين AEB و AEC لهما نفس المساحة. إذن هذا هو الشكل ABC مثلث و E منتصف BC، يعني أن القطعة AEB تساوي القطعة AEC، يعني هذه القطعة تساوي هذه القطعة. و H المسقط العمودي، إذن H هو المسقط العمودي للنقطة A على BC. نبين أن المثلثين AEB و AEC لهما نفس المساحة. إذن أرسم هذه القطعة AE. أبين أن المثلثين AEB و AEC لهما نفس المساحة. نلاحظ من خلال الشكل أن للمثلثين AEB و AEC لهما نفس الارتفاع الذي هو AH، يعني أن AH هو الارتفاع الموافق للضلعين AB و AC. ونعلم أن مساحة المثلث هي الارتفاع في الضلع الموافق له الكل قسمة 2. إذن الآن مساحة المثلث AEC AEC تساوي AEC هو الارتفاع AH AH في الضلع الموافق له AC AC مساحة AC المسافة AC عفوا الكل قسمة 2. الآن نمر إلى المثلث AEB. مساحة المثلث AEB من خلال الشكل مساحة المثلث AEB هو الارتفاع، هنا نفس الارتفاع هو AH. AH هو الارتفاع الموافق ل BE. إذا نضرب في BE مسافة BE الكل قسمة 2. من خلال الشكل ومن خلال المعطيات و اي منتصف بي سي، و اي منتصف القطعة بي سي، يعني ان المسافة اي بي تساوي المسافة اي سي من خلال المعطيات. يعني سنقول وبما ان اي منتصف القطعة بي سي فان اي بي مسافة اي بي تساوي المسافة اي سي. اذا المسافة اي بي او بي اي هي المسافة اي سي، هذا يعني ان اش في اي سي على 2 تساوي اش في بي اي على 2، لان اي سي تساوي بي اي. وبالتالي في المثلثين مثلث اي سي يساوي مساحته تساوي مساحة المثلث اي بي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.